عايز اعمل زي سندوتش شاورما سريع بس هيبقى بطريقه مختلفه شويه. انا ممكن طبعا اعكس النتيجه دي، يعني انا مثلا ممكن اعمل كل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ممكن اقطع اللحمه بتاعتي واحطها في قلب التتبيله، بس انا دلوقتي بستخدم الوقت بتاعي. انا حته اللحمه قبل ما مثلا ما اطلع الفاصل قلت احطها في التتبيله بتاعتها، مفيش معايا وقت، بقوم جاي حاطها زي ما هي بالظبط بتشرب من التتبيله. وطبعا على ما باجي استخدمها بتكون تديني نتيجه افضل. هتقولوا طب احنا ممكن نحط كل دوت في قلب الطاسه؟ ممكن، مفيش مشكله، بس ايه يعني لما بتحط في الطاسه تمام، يعني في حاجه في حلو وفي احسن كده افضل ليه ان انا احطها في قلب الطاسه. بالنسبه لما احنا ليه بنقول حته وش الفخده، وش الفخده دايما بيبقى تسويتها سريعه خفيفه، حته الانسجه بتاعتها اساسا بتبقى ايه ضعيفه شويه، ما بتبقاش قويه، فاقل تسويه فيها بتيجي معانا بسرعه. شويه زيت، معنى ان الزيت ده كده على الطاسه بيبقى معناه ان هو ايه، ان هو شغال وكويس. ننزل هنا كده نجيب حته الفلفلايه، لا نغسل السكينه الاول معلش، بسرعه بسرعه. شيل ده كده. هتقولوا طب ما انت ممكن تنزل باللحمه الاول، بس انا عايز لما انزل باللحمه يبقى وراها منها البصل على طول، لان انا لفها لفه سريعه وبعد كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز معلقه خشب، حته فلفلايه، اي بقى حاجه متاحه عندي، لو عندي جلد طماطم برضو جلد طماطم، اي حاجه تديني لون حلو. ليه ما نحطش طماطم كامله؟ طماطمايه كامله بتنزل معايا ميه تمام، يعني لو انا هحطها على الساندوتش ما تبقاش مستحبه، هتبوشني اللقمه بتاعتي. ناخد حته كمان بصل وما نقلبش اللحمه كتير. بصوا انا حطيت كل حاجه اهيت على الوش اهيت وما قلبتش اللحمه لسه. ليه؟ لان لو قلبت اللحمه هتخليها تقعد تجيب في ميه تقعد تجيب في ميه. كده زي الفل. بالمره بقى ايه ننزل بالتوابل بتاعتها. وخلي بالكم انا كنت تبلت، يبقى اعمل حسابي ان انا كنت متبل الحاجه ديت قبل كده فما زودش في التتبيله بتاعتها. بس كل حاجه لما بتاخد الجزء بتاعها في تتبيلتها، يعني بمعنى اصح انا مثلا تبلت حته اللحمه وارجع مثلا وانا احطها وانا بسويها على النار اديها تتبيله ثانيه، كل جزء ما بياخد التتبيله بتاعته بيبقى افضل، بيدي نتيجه افضل. بس خلي بالي ما انساش الحته دي عشان ما اعملش غلط في الاخر الاقي ايه النتيجه مش حلوه. كده تمام خلاص انا كده ايه حلو قوي كده، عشان اشوف السندوتش بتاعي هعمله ازاي. اجيب اللقمه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، في انا عايز اعمل ايه بقى، كده كل اللي انا هعمله مع ده
هغرف الحاجة بتاعتي دي كده. كل اللي انا هعمله مع الساندوتش دوت ان انا احط عليه حته جبنه وادخله الفرن يسيح معايا ويديني شكل حلو. لو انا عايز اكله كده مفيش مشكله، بس احنا برضو بنحاول نقدم فكره فيه يعني جديده شويه. الساندوتش مفتوح، ننزل بيه تحت افضل، مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه بتاعتي، الفرن بتاعي شغال، بسم الله. نبشر الجبنه مبشوره، عايز ازود الجبنه برضو ما فيش مشكله معايا. الجبنه دي السلوان، بصوا يعني لو انا سبتها كده شويه هي هتسيح معايا. ليه؟ لان عندي الحاجه دي سخنه. ومستنين دقيقه ونطلعها من الفرن. بسم الله. نعدل ده بقى،